مروان، ابدا معاك السؤال التقليدي في الحلقه بتاعتي، ازاي بدات حبك لنادي الزمالك او الزمالك بيمثل لك ايه؟ بص يا كابتن، هو مش كلام ان شاء الله. ما يعني انا اكيد. الحمد لله في ناس عارفاني بحكم من عشرة جمهور الزمالك من زمان. الزمالك بالنسبة لي هو حياتي. يعني انا اتربيت، بابايا كان زملكاوي من صغري، والزمالك بالنسبة لي بحب اتفرج عليه، بحب اشوفه. اول ماتش كنت روحته في الاستاد كان ماتش بتاع الصفاقسي 97، الجون بتاع محمد صبري، ولعبنا بنالتيات. بدأ من هنا عشقي لقصة الزمالك، ان انت بتشجع الزمالك عشان الولد اللي كان واخدك الاستاد. بابايا اللي كان واخدني الاستاد، وبابايا كان هو ساعتها السبب الاساسي في هو حبك سبب للزمالك. حبي للزمالك، هو بابايا. وممكن اقول لحضرتك على حاجة بسيطة، اتفضل. المرتين الوحيدين اللي ضربني فيهم كان بسبب الزمالك، عشان ان انا ما اطلعش متعصب زيه. ولحد دلوقتي، لحد يومنا هذا، الشد والجذب ان انت حياتك وعمرك ضايع للزمالك، وان في حاجات تانية ممكن تبص لها. بس انت يعني الزمالك محور حياتك. الزمالك هو المحور، لان حضرتك انا بدات اتدرج. احنا جينا وصلنا مثلا في 2004، عملنا حاجه اسمها زد ال يو، زمالك لافرز يونيون، حاجه انا اتشرف جدا ان انا كنت عضو مؤسس فيها. زد ال يو دي ده كانت بداية السوشيال ميديا، كانت بدايه السوشيال ميديا، اول فعلا منتديات تقريبا. من البدايات، من الالفينات. بدانا نشتغل على قصه زد ال يو دي مع شعبيه الزمالك هنا. حضرتك كانت مدرسه فعلا للوفاء والانتماء للنادي، ان انت ما معكش جمعت بقى كل محبي نادي الزمالك. كل اي حد زملكاوي بيحب النادي فعلا. احنا حضرتك، احنا كنا في طايره، احنا في باسكت، احنا في يد، اي فرقه من الفرق دي غير الكوره كانت بتنزل اسكندريه بتتكرم.